فالأخلاق يعني كما يعرفها كثير من العلماء ومنهم الماوردي، فيقول الأخلاق هي عبارة عن غرائز كامنة في النفس. الأخلاق شيء يعني غير ملموس، إنما هو شيء مكمون في نفس الإنسان، يظهر باختياره. فالإنسان عندما يعبر عن فرحه، يعبر عن غضبه، يعبر عن سعادته، هو يظهر ما هو مكمون في نفسه. وبالتالي الأخلاق أمر، يعني الأخلاق بنوعيها، الأخلاق المحمودة والأخلاق المذمومة، هي أمر اختياري. يعني الإنسان باختياره يتصرف أو يقوم بسلوك إيجابي أو سلوك سلبي. هذا بشكل عام في حياتنا اليومية. فالإنسان عندما يملك نفسه عند الغضب فهذا خلق عظيم، لكن الإنسان عندما يكذب أو عندما يخون الأمانة أو عندما يستسلم لغضبه وينفس عن غضبه بطريقة غير مشروعة، فهو أيضا يقوم بخلق مذموم. فالأخلاق بنوعيها المحمودة والمذمومة وردت في الشريعة الإسلامية، في الأولى في مقام الحض والحث والعمل عليها، وفي الناحية الثانية الأخلاق المذمومة وردت في الشريعة الإسلامية في مقام النهي والتحريم في بعضها والزجر وبيان حتى بعض أنواع العقوبات على هذه الأخلاق. هذه الأخلاق بشكل عام في حياة الإنسان. لكن لو أتينا إلى موضوع الأخلاق في المعاملات، في معاملات الاقتصاد بين الناس، بين المجتمعات، بين المؤسسات، بين الدول، لوجدنا العجب العجاب في نظرة الشريعة الإسلامية لموضوع الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي. وهذا ما سنأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا الحوار الطيب. طبعا دكتور، يعني كلنا يعرف أن الاقتصاد هو يعني في الأصل يعني أحد فروع علم الاجتماع، ومكانة الأخلاق والاجتماع معروفة يعني كعنصر أساسي في الحياة الاجتماعية. الآن هذه المعاملات وهذه الاقتصاديات والحديث عن الأخلاق فيها، هل نجد مثلا في الشريعة حديثا صريحا يحثنا على حسن التعامل، يحثنا على السير بالأخلاق الحميدة في المعاملات، من أحاديث نبوية، من آيات قرآنية؟ بلا شك أسامة، يعني الآيات والأحاديث والنصوص الشرعية كثيرة جدا، يعني لا تكاد تحصى في الحث والحض على التزام الأخلاق في المعاملات. بل هي كما سيأتي الآن، يعني الإسلام عندما قام العلماء بتقسيم محاور الشريعة أو مكونات الشريعة الإسلامية قسموها إلى ثلاثة محاور كما تعلمون. فقالوا الشريعة تتكون من العقيدة ومن الأخلاق ومن الفقه. فهناك ثلاثة عناصر: العقيدة وهي معلومة لدينا، وثم المكون الثاني هو الأخلاق، والمكون الثالث هو الفقه، والفقه بنوعيه: فقه العبادات وفقه المعاملات. عظمة هذا الدين أن موضوع الأخلاق في الشريعة الإسلامية ليس موضوعا منعزلا أو منفصلا عن موضوع الفقه وبخاصة فقه المعاملات، بل هو مجبول جبلا. يعني فقه المعاملات إنجاز التعبير مجبول جبلا بالأخلاق. فليس موضوع الأخلاق مجرد وعظ وإرشاد في المعاملات في الإسلام. موضوع الأخلاق في المعاملات في الإسلام هو عبارة عن مكون رئيسي يحرم بعض المعاملات بسبب دواعي الأخلاق، ويجيز بعض المعاملات بدواعي الأخلاق، وينهى عن كثير من المعاملات لأسباب أخلاقية، وهكذا. كيف يظهر هذا هذه المفهوم الخلط بين مسألة الأخلاق والمعاملات واندماجها مع بعض؟ كيف تظهر هذه من خلال الفقه الشرعي؟ أحسن. الآن دكتور سالم، يعني لو نظرنا إلى بعض النصوص في موضوع الأخلاق، والنصوص في ذلك كثيرة جدا جدا. نعم. خذ على سبيل المثال للحصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
هذا مثال، يعني هذا أمر واضح بوجوب أداء الأمانة التي اؤتمن عليها الإنسان في وظيفته، في تجارته، في تعامله مع الآخرين، في مؤسسته، أيا كان دوره. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الآن في كثير من الأحيان وكثير من الناس للأسف الشديد قد يبرر لنفسه أو يسوغ لنفسه موضوع المعاملة بالمثل، فيقول فلان يعني لم يكن صادقا معي فلست بملزم أن أكون صادقا معه، فلان خان الأمانة التي أعطيته إياها فأنا لست بملزم في أن أؤدي الأمانة. لا، هذا النمط من التفكير مرفوض في الشريعة الإسلامية. قال ولا تخن من خانك. خذ على سبيل المثال مثال آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وفي هذا يعني دفع وحث واضح إلى موضوع الإتقان، موضوع إتقان العمل. كثير منا في حياتنا المعاصرة يعني ينزعج، بل يعني يهمه كثيرا ويتعب كثيرا من بسبب موضوع عدم الإتقان أو قلة الإتقان، فتذهب مثلا إلى الطبيب لا يتقن عمله، تذهب إلى المعلم لا يتقن عمله، إلى الصناع بأنواعهم لا يتقن أعمالهم، إلى المدرس، إلى المزارع، إلى الصانع. لماذا؟ لو أن كل واحد منهم وضع هذا الحديث النبوي الشريف نصب عينيه وجعله نبراسا له وأصبح يتقن عمله لارتاح الناس، ارتاح المجتمع. فيذهب الموظف إلى البنك مثلا أو إلى مؤسسة مالية ما ويجد الإتقان في العمل، يجد الإتقان في الاحترام الوقت، يجد الاحترام الطرف الآخر، يجد التقدير فيرتاح. ليس يعني لا يتطلب من الإنسان الآن عندما يريد أن يشتري أي سلعة على سبيل المثال، كثير منا يذهب إلى محل أو يعني إلى محلين أو ثلاث أو عشرة حتى يتوثق من كلام هذا التاجر في وصفه للبضاعة وفي نوعيتها وكفاءتها وثمنها.